محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحم الله من أعاد ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. على حب فاطمة الزهراء الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ورد في فضلي قراءة زيارة عاشوراء عن الباقر سلام الله عليه مخاطبا أحد أصحابه، فقال له: بعد أن تقول فإنك إن قلت ذلك، يعني إن قرأت زيارة عاشوراء، فقد دعوت بما يدعو به زواره من الملائكة، وكتب الله لك 100,000 درجة، وكنت كمن استشهدوا معه تشاركهم في درجاتهم، وما عرفت إلا في زمرة الشهداء الذين استشهدوا مع الحسين، وكتب لك ثواب زيارة كل نبي وكل رسول، وزيارة كل من زار الحسين منذ يوم قتله إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء. وعلى نية تعجيل فرج مولانا الحجة بن الحسن، نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هذه الليلة هي الليلة 9 من ليالي محرم الحرام، والليلة القادمة هي آخر ليلة من ليالي 10 محرم، لتنقضي بذلك أيام ضيافة الولاء، ضيافة الحسين، أيام ضيافة العزاء، ضيافة مصائب آل الله. وبمقدار ما نقترب من ليلة عاشوراء ومن يوم عاشوراء، بنفس ذلك المقدار ينشد القلب أكثر لملاقاة الحسين في مصابه، وحمل القلب وسياقته وقيادته ليحضر في كربلاء سيد الشهداء، ويستشعر ألم مصاب الحسين والأكبر والعباس، ويعاين مصيبة زينب في ظهر عاشوراء. فبمقدار ما نقترب من ذلك اليوم، بنفس ذلك المقدار يشتد الحزن على آل الله في كل هذا العالم، ويشتد سواد العزاء على مصاب الحسين في كل مراتب الوجود. وطبعا ما بقي من ليالي هي ليالي نحاول أن نملأها وأن نثريها بالتألم والبكاء والعزاء ورثاء سيد الشهداء، لأنها أيام بدأت بالانقضاء، ولا يعلم أي فرد منا هل سيحظى بنفس هذه الضيافة في قادم السنوات. فلم تبق لدينا إلا ليلة واحدة، وهي ليلة عاشوراء، فنسعى إن شاء الله أن نحييها بذكر عزاء الحسين سلام الله عليه. وكما نعلم أن عشرة محرم الحرام هي ضيافة خص الله بها أهل النبوة وأهل الرسالة وأهل الولاية في هذا العالم، وكما مرت الإشارة إليه، فإن أرزاق هذه الليالي وأرزاق هذه الضيافة لا يمكن أن تنال في غير عشرة محرم الحرام.
هذه الأرزاق المعنوية، هذه الهدايا الإلهية من عالم الغيب التي شملت أكثر النبوات والرسالات في التاريخ، بل أهم المحطات التي كانت الأسس التي قامت عليها حركة الرسالات في التاريخ، إلا وكان لمحرم إلا وكان لعشرة محرم الحرام حضور في كل تلك المحطات. فمثلا اليوم الأول من شهر محرم هو يوم عروج نبي الله إدريس. اليوم الثاني من شهر محرم هو اليوم الذي خرج فيه نبي الله يونس من بطن الحوت. اليوم الثالث من شهر محرم هو اليوم الذي خرج فيه يوسف من البئر. اليوم الرابع من شهر محرم هو يوم الميقات، يوم لقاء موسى كليم الله في محضر الله عز وجل. اليوم السابع من محرم هو اليوم الذي توجهت فيه طير الأبابيل للدفاع عن حرم الله، عن الكعبة المعظمة، زادها الله تعظيما وتشريفا. وهكذا إلى أن نصل إلى عشر اليوم العاشر من محرم، وهو يوم شهادة الحسين وآل الحسين. هذه المناسبات، هذه المحطات، ما وقع في عشرة محرم الحرام يفرد هذه العشرة بقيمة إلهية ربانية، ولا طريق لنيل فيوضاتها إلا بالبكاء على الحسين. الليلة القادمة هي ليلة عاشوراء، إن شاء الله سنقرأ فيها مع بعض مقتل الحسين سلام الله عليه، ولنتوسل فيها بدماء الحسين أن يجعلنا الله من أهل من كان كل يوم لديهم عاشوراء، ومن أهل من كانوا على كل أرض يعيشوها ويعيشونها كربلاء. طبعا المؤمن عندما تحين لحظات الخروج من عالم الضيافة كما هو في حال شهر رمضان المبارك الذي له وداع في آخره عشرة محرم الحرام، كذلك يودعها الإنسان، يودعها بمعنى أنه يتألم لخروج هذه العشرة، يتألم لخروجه من هذه الضيافة، يتألم لأنه كان في محطة معنوية من سنخ عالم الجنة وانقضت أيامها. ولا شك أن إصرار المؤمن في مثل هذه اللحظات، في مثل هذه الليلة، في مثل هذه الأيام، هو أنه كيف يدوم بقاؤه على ذكر الحسين، وكيف يستديم وجوده في مجالس الحسين حتى بعد عشرة محرم الحرام. والحمد لله ترك لنا الأئمة، ترك لنا المعصومون الطريق الذي من خلاله يسعى المؤمن أن يعيش مع الحسين في كل أيام سنته، لينور الحسين وجوده، وينور الحسين جهوده، وينور الحسين واقعه، ويهديه إلى صراط المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الهدية أو التركة أو العطاء الذي ألقاه لنا الأئمة لنعيش به عشرة محرم الحرام حتى بعد انقضائها هي زيارة عاشوراء، هي قراءة زيارة عاشوراء. هذه الزيارة التي كما مر في بداية هذا المجلس بيان فضلها، أنه من قرأ ومن واظب على هذه الزيارة فإن من بين آثارها أنه يكتب ممن استشهد مع الحسين وممن ناصر ونصر سيد الشهداء. طبعا هذه الرواية في هذا الأثر المذكور المترتب على قراءة زيارة سيد الشهداء، زيارة عاشوراء، يمكن أن يفهمه الإنسان
إذا ربطنا الحديث بموضوع الليلة البارحة التي كان محورها أن كربلاء سيد الشهداء، أن عاشوراء الحسين هي مرحلة فوق عالم الزمان، هي دائمة باقية ممتدة على خط عالم الخلقة من تلك اللحظة التي توجه فيها آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لطلب التوبة من الله، من تلك اللحظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فحقيقة عاشوراء وكربلاء ممتدة، بمعنى أن من أهم عبر هذه الليالي أن يعلم المؤمن أن عاشوراء، أن لحظة تقابل الحق والباطل، أن لحظة تقابل أهل الحق والنور في قبال أهل الباطل والظلمات، هذه اللحظة لا تختزل في يوم عاشوراء فقط، فهي ممتدة. ونحن الآن نعيش لحظة من لحظات يوم عاشوراء، ونحن الآن كل مؤمن في أي مكان كان هو على ثغر من ثغور كربلاء سيد الشهداء. وإذا كان أمر عاشوراء وكربلاء الحسين مستديمة وباقية ما بقي الليل والنهار، فهذا يعني أن فرصة الاستشهاد بين يدي الحسين، أن فرصة خدمة الحسين هي فرصة حاضرة في كل آن. نداء الحسين في يوم عاشوراء، هل من ناصر ينصرني؟ لا شك أنه ليس بنداء موجه لجيشه بن سعد، ولا شك أيضا أنه ليس بنداء موجه لأنصاره الذين حضروا معه، فإن أنصارهم قد كتب الله لهم القتل بين يدي الحسين، وأعداءه قد ختم الله قلوبهم في ذلك اليوم. لكن هل من ناصر ينصرني هو ذلك النداء الذي يمتد في عالم الزمان ليشمل كل لحظة يحضر فيها شيعي موال يسعى لنصرة إمام زمانه، يثبت نفسه على قدم صدق مع أنصار الحسين وأنصار إمام الزمان. فذلك المؤمن وذلك الشيعي هو المخاطب والمستهدف من نداء الحسين، هل من ناصر ينصرني؟ طريقة تثبيت المؤمن نفسه في جبهة الحسين سلام الله عليه بعد يوم عاشوراء، وحلقة الربط بين واقعه، بين ظروفه، بين النقطة التي هو عليها، ومقام المستشهد بين الحسين، الأداة أو الوسيلة التي من خلالها يكتب المؤمن في أي زمان من أنصار الحسين، هي ماذا؟ هي قراءة وزيارة عاشوراء. فالمؤمن في أي مكان وفي أي لحظة عند قراءته لزيارة عاشوراء، فإنه في تلك اللحظات يثبت نفسه في جبهة الحسين، ويعرف من خلال نورانية وبصيرة زيارة عاشوراء أعداء الحسين في تلك اللحظة التي يعيشها. أن يكون المؤمن مع زيارة عاشوراء يعني هو سعي المؤمن أن يحشر مع أصحاب الحسين، أن يعيش المؤمن مع زيارة عاشوراء يعني هو إصرار المؤمن على الاستشهاد بين يدي الحسين. إذن فزيارة عاشوراء لها من الأهمية ما جعل الإمام الباقر سلام الله عليه يرتب عليها هذه الآثار التي ذكرتها الرواية المباركة. يعني من بين آثارها أنه يدعو بما يدعو به زوار الحسين من الملائكة. يعني ما هي ميزة دعاء الملائكة؟ ميزة دعاء الملائكة أنها وجودات نورانية من عالم النور، لا يوجد بينها وبين أصل النور حجاب في هذا العالم. دعاء الملائكة دعاء مستجاب،
من أراد أن يدعو بدعاء الملائكة ويكون في موقف الملائكة فيقرأ زيارة عاشوراء. وكتب الله لك، يعني الإمام الباقر مخاطبا أحد أصحابه، وكتب الله لك 100,000 درجة وكنت كمن استشهدوا معه تشاركهم في درجاتهم. أن يكون المؤمن بعد مضي 100 سنين، بعد مضي 10 قرون، أن يقوم بفعل يجعله في درجات أنصار الحسين. وما عرفت إلا في زمرة الشهداء الذين استشهدوا معه. وثواب هذه الزيارة عندما يقرأ الإنسان زيارة سيد الشهداء، زيارة عاشوراء، ينال ثواب ماذا؟ كل زائر زار الحسين منذ يوم قتل. يعني مرت معنا أن من آثار أو أجر الزيارة ما هو؟ من زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه. يعني كل مؤمن يحظى بنيل ذلك المقام فهو ثواب زيارته. الذي يقرأ زيارة عاشوراء ينال ثواب كل مؤمن وصل إلى مقام، وصل إلى ملاقات الله في عرشه ببركة زيارة الحسين. وكتب لك ثواب زيارة كل نبي وكل رسول وزيارة كل من زار الحسين منذ يوم قتل. يعني هذه الرواية تبين عظمة هذه الزيارة، زيارة عاشوراء. طبعا هي زيارة عاشوراء هي من الزيارات المطلقة لسيد الشهداء. ما معنى الزيارات المطلقة؟ يعني عندنا زيارة مطلقة وزيارة مخصوصة. الزيارة المخصوصة هي الزيارة التي تقرأ في زمان ما، في لحظة ما، بينما الزيارة المطلقة التي يزار بها الحسين في كل زمان سلام الله عليه، مثل زيارة وارث. من بين الزيارات المطلقة زيارة عاشوراء، وإنما نسبتها لعاشوراء هي تسميتها زيارة عاشوراء. ولذلك نجد أن في المجتمع المؤمن، في المجتمعات الشيعية، أكثر نص قراءة وثباتا على قراءته بعد الصلاة على النبي وآله هي زيارة عاشوراء. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يعني أكثر نص مقدس مروي عن المعصومين يقع أو تقع قراءته وتلاوته بشكل دائم ومسترسل في كل أيام السنة، في كل لحظات اليوم، في كل المناسبات، في شهر رمضان، في يوم عرفة، في ليالي العيد، في أيام العيد، في كل يوم، في كل لحظات نجد زيارة عاشوراء. ولعله من أهم ما نسمعه عن علمائنا ومراجعنا العظام رحم الله الماضين وحفظ الباقين منهم، من أهم ما نسمعه هو إصرارهم وثباتهم على قراءة زيارة عاشوراء في كل زمان ومكان. يعني أكثر العلماء الذين نعرفهم، أكثر المراجع الذين نعرفهم، لعلها الغالبية المطلقة لكل من هؤلاء العلماء والمراجع رغم مشاغلهم. عندما نقول مشاغلهم يعني شخص مثل الإمام رضوان الله تعالى عليه كان يدير دولة بأكملها لسنوات طوال، وكان له ما يشغله في عالم الزمان ما يمنعه حتى من رؤية أبنائه وأحفاده، ولكن في أيام محرم وصفر كان دائما قراءة زيارة عاشوراء بتلك الفقرات التي تكرر 100 مرة، السلام، التولي والتبرئ، 100 مرة، 100 مرة. يعني هذه الأهمية وإيلاء كل هذا الوقت يوميا وعلى طيلة السنة لمثل هذه الزيارة يبين أهمية هذه الزيارة وأهمية هذه النص وعلويته بالنسبة إلى سائر مشاغل الإنسان. لماذا؟
لأن العلماء عند قراءتهم لهذه الزيارة يعرفون أنهم ليسوا بصدد قراءة نص له ألفاظ يترتب على تلاوتها أجر وثواب. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم بهذه الزيارة إلى أي مكان ينتقلون، إلى أي لحظة، في أي لحظة يوجدون، هذه الزيارة تنقلهم إلى مصافي أنصار الحسين إلى يوم كربلاء، ويعلمون أن يوم كربلاء سيد الشهداء أن حقيقة عاشوراء هي مفتاح كل خير، فتقديم هذه الزيارة على كل أعمالهم الخاصة والعامة في إدارة الشأن العام، في إدارة أي أمر آخر، لأن هذه الزيارة هي مفتاح كل خير في الشأن الخاص أو في الشأن العام. العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه صاحب الغدير كما ينقل ابنه أنه في إحدى الجلسات قيل له يعني أنت كتبت الغدير دفاعا عن ولاية أمير المؤمنين، فما تتخيله من ثواب ينتظرك في عالم ما بعد الدنيا، في عالم القبر والقيامة؟ فقال لا يوجد لدي أمل فيما كتبته في حقي علي بن أبي طالب في كتاب الغدير، ولكن إن كان لي أمل في النجاة، إن كان لي أمل في الدخول في شفاعة علي، فلا يوجد لي إلا زيارة عاشوراء التي ما تركتها منذ صغري. يعني زيارة عاشوراء، قراءة هذه الزيارة أهميتها عند شخص مثل العلامة الأميني هي أكثر يعني باعث للأمل للنجاة من موسوعة الغدير، التي هي تعتبر موسوعة الغدير الحصن العلمي الثقافي التاريخي للدفاع عن ولاية أمير المؤمنين. وهكذا أكثر العلماء، السيد علي القاضي يعني في أحد الأيام يعني كما قرأت يقال أنه جاء مرتبكا فسأله تلامذته ما سبب الارتباك، قال لأني رأيت في المنام أنني حشر وأنني أتيت بجملة من الأعمال من بينها قراءة زيارة عاشوراء في كل يوم. فقال له إذن لماذا الارتباك؟ قال لأنني في تلك اللحظات في حال النوم كنت شديد الندم لماذا لم أقرأها أكثر من مرة في كل يوم. يعني هذه أهمية زيارة عاشوراء، وكما قلنا هذا النص داوم على قراءته الجميع. لماذا؟ لأن زيارة عاشوراء ليست كما هي مثلا أعمال الصلاة، حركات الصلاة، هي ظاهر يأخذ الإنسان إلى عالم المعراج، ظاهر يأخذ الإنسان إلى عالم القرب. زيارة عاشوراء هي طريق تأخذ الإنسان بالقوة، هي نور تجذب الإنسان إلى محضر ومشهد الحسين سلام الله عليه. إذن الطريق الذي من خلاله نبقى على هذه الضيافة حتى بعد انقضائها في عالم الزمان الظاهري هو قراءة زيارة عاشوراء. وطبعا قراءة هذه الزيارة تقتضي منا أن نأخذ ولو فكرة إجمالية نتذاكرها ونتذكر فيها مع بعض أهم ما ورد في هذه الزيارة. طيب، نحن نعرف أنه من آداب زيارة المعصوم أن يلتفت أو يتوجه المؤمن لمكان قبر المعصوم. طبعا بالنسبة لنا نحن كربلاء سيد الشهداء توجد في الشرق، فالالتفات إلى جهة الشرق يعني جهة القبلة هي جهة كربلاء سيد الشهداء. طبعا نحن نعلم أن الحسين سلام الله عليه هو وجه الله، الإمام المعصوم الإنسان الكامل وصائد الفيض هم وجه الله، والإنسان أينما يولي أينما تولوا فثم، ولكن لماذا الالتفات إلى جهة المعصوم؟ لماذا الله عز وجل ذات الله المقدسة المتعالية التي هي فوق الزمان والمكان، الله خالق الزمان والمكان، طلب من عباده أثناء الصلاة إذا أرادوا السجود له أن يتوجهوا
للكعبة المعظمة المشرفة. لماذا؟ لأن حركتنا نحو عالم الغيب، لأن سلوكنا نحو محضر الله عز وجل ينطلق بالضرورة من عالم الطبيعة، من عالم المادة الذي نعيشه. ونقطة التوجه للحسين في عالم المادة هي كربلاء سيد الشهداء. لذلك يستحب عند قراءة زيارة عاشوراء أن يتوجه الإنسان إلى جهة الشرق، إلى كربلاء سيد الشهداء. طبعا قراءة هذه الزيارة لا يشترط فيها مثلا لا يشترط فيها الطهارة، أو مثلا في السجود زيارة عاشوراء ليس بالضرورة أن يسجد الإنسان على التربة أو باتجاه القبلة، وإنما السجود في ذاته هو المطلوب. لماذا؟ لأن ذلك السجود، نحن نعلم أن زيارة عاشوراء هي حديث قدسي عن الباقر سلام الله عليه، ولكن الإمام الحسين في يوم عاشوراء، في كل لحظة من لحظات، في كل مرحلة من مراحل يوم عاشوراء إلى ظهر عاشوراء، كان يقرأ مقطعا من هذه المقاطع، وكل مقطع كان له ارتباط بما يقع في ذلك اليوم. سجود زيارة عاشوراء هي تلك اللحظة التي أراد فيها الشمر اللعين أن يحز على الحسين سلام الله عليه، فقلب الحسين على وجهه وقرأ الإمام الحسين في تلك اللحظات وهو ساجد إلى الله دعاء سجود زيارة عاشوراء. إذن فهذا السجود هو لحظة فناء المؤمن العاشق في مولاه الحسين سلام الله عليه، ولا يشترط فيه الاتجاه للقبلة، وإنما استشعار حقيقة تلك اللحظة في ظهر عاشوراء التي هي أوج وغاية مقصود قراءة زيارة عاشوراء. طيب، هذه الزيارة كما نعلم أن الزيارة بما تعنيه الزيارة هي يعني هذه الكلمات التي يقرأها الإنسان في الزيارة تعني سعي الزائر للاتصاف بصفات المزور. الإنسان عندما يقرأ زيارة معصوم، عندما يقرأ زيارة إمام، هو في الحقيقة ماذا؟ يسعى من خلال تلك الكلمات، يسعى من خلال تلك الأوصاف، يسعى من خلال تلك المقاطع أن يوجدها في ذاته ليقترب في روحه، ليقترب في وجدانه من حقيقة المعصوم. عندما يقرأ الإنسان كلمات الزيارة هو في الحقيقة في حالة سلوك روحاني نحو الإمام المعصوم، في حالة توجه، في حالة حركة. إذن فزيارة عاشوراء قراءتها تعني طي مراحل للوصول للإنسان الكامل. طيب، الإنسان ما هي الغاية من الوصول للإنسان الكامل؟ ما هي الغاية من الوصول لنور الحسين؟ الغاية من الوصول لنور الحسين أن يحقق الإنسان تلك المرحلة وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن مأساة ومصيبة الإنسان في هذا العالم أنه كان في عالم الجنة ثم خرج من عالم الجنة، خرج من محضر الله، خرج من ذلك النعيم الدائم، وهبط إلى عالم الدنيا، إلى عالم المادة، إلى عالم الأرض. ومنذ هبوط الإنسان على عالم الأرض دخل الإنسان في حالة تيه وحيرة، وجاء الأنبياء وجاء المرسلون وجاء الأولياء ليعيدوا الإنسان لعالم الجنة، ولا يمكن للإنسان أن يعود إلى ذلك المقام، لا يمكن للإنسان أن يرجع إلى عالم الجنة إلا إذا اتحد بروحه، بروح الناس الكمل، بروح أناس هم في حقيقتهم من عالم الجنة. عندما يصل إليهم الإنسان يكون هذا الإنسان قد لامس وقد وصل إلى نقطة التماس بينه وبين عالم الجنة. ونحن نعلم أن أولياء الله هم أهل الجنة، بل
إن الجنة كما ورد في الروايات خلقها الله من نور أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. القرب من الحسين يعني الدخول بالضرورة في عالم الجنة، زيارة عاشوراء مراحل سلوك لدخول الإنسان لعالم الجنة من خلال الارتباط بنور الحسين سلام الله عليه. في الليلة الماضية مرت معنا هذه العبارة: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. المؤمن عندما يقرأ زيارة عاشوراء يقرأ هذه الزيارة وهو مقتنع معتقد متأكد أنه يزور إماما هو إنسان كامل، هو واسطة للخير، الله عز وجل أعطاه الولاية للتصرف في العقول والقلوب، الله عز وجل وهب المعصوم وهب الإمام الإمكانية أن يتصرف في قلوب زواره وعشاقه. عندما يقرأ الإنسان زيارة عاشوراء بناء على هذا اليقين فهو يتوجه إلى الله بالحسين إيمانا منه أن لفتة من الحسين، نظرة لطف من الحسين، أن جذبة من نور الحسين يمكن أن تنقله من قعر جهنم وتجعله في أعلى عليين، في أعلى درجات الصديقين. هذا اليقين الذي يدخل به الإنسان لزيارة عاشوراء يحول ويصير كلمات هذه الزيارة إلى نور يجذب هذا المؤمن، يجذب هذا القارئ لهذه الزيارة، يجذبه بالقوة لعالم النور، لعالم الجنة. إذن فهي زيارة يجب المؤمن أن يقرأها بكل هذه المقدمات، بكل هذه المعطيات، بكل هذا التوجه، وخاصة أنه بهذه الزيارة هو في محضر الحسين سلام الله عليه. طيب، نحن نعلم أن الزيارة، زيارة عاشوراء ككل الزيارات، لها جملة من الفقرات، تلك الفقرات تعبر عن مراحل لسلوك المؤمن الروحاني، تعبر عن مراحل يجب أن تطويها الروح للوصول لإمام زمانها. قلنا إن زيارة عاشوراء هي حديث قدسي. حديث قدسي ماذا يعني؟ حديث قدسي يعني معناه من لدن الله، من مقام عند الله، من الذات الإلهية المقدسة. الأحاديث القدسية تختلف عن سائر الأحاديث في مسألة معينة، أنها جزء من فعل الله في هذا العالم، أنها جزء من فعل الله لأنها من لدن الله مباشرة. يعني كما خلق الله السماوات والأرض، كما أوجد الله هذا العالم، فإن زيارة عاشوراء هي فعل إلهي، هي في عالم الفعل، هي في عالم الخلق، مرتبة من مراتب صنع الله عز وجل. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أننا إذا أردنا أن نفهم زيارة عاشوراء فالمدخل العلمي والمعرفي والعقائدي لفهم هذه الزيارة هو النظر إليها من زاوية فاعلية أسماء الله عز وجل. يعني حتى لا نطيل أكثر نقول إن الله عز وجل يدير هذا العالم، صدر عنه هذا العالم من خلال أسماء، وأسماء الله الحسنى ذات نوعين أو لها قسمين: أسماء جمالية وأسماء. ما هي أسماء الجمال؟ أسماء الجمال هي تلك الأسماء التي تتصف بها ذات الله المقدسة بالضرورة، مثل العلم والقدرة والإرادة والحياة وغيرها. أسماء الجلال ماذا يعني؟ التي نجل الله أن يتصف بها، مثل الجسمانية والتحيز والنقص وعدم المعرفة وغيرها. لهذه لأسماء الجمال آثار في هذا العالم، وهي تجذب أسماء الجمال آثارها في هذا العالم أنها تجذب الإنسان نحو الحق. أسماء الجلال
تمكن الإنسان من الابتعاد عن النقص. أسماء الجمال ماذا؟ تساعد الإنسان على الوصول للكمال. أسماء الجلال تساعد الإنسان عن البعد عن النقص. طيب، فكل هذا العالم عالم الخلقة لأنه في حالة كمال إلى الله يحتاج إلى أسماء تقربه من ذات الله وأسماء تبعده عن عالم الشيطان. هذا في المصطلح الكلامي العقائدي يسمى بالتولي والتبري. فقرات التولي هي تلك الفقرات التي تقرب الإنسان من عالم التوحيد. كلمات التولي هي تلك الكلمات التي تجذب الإنسان إلى عالم الحق، إلى محضر الحق. كلمات التبري، فقرات التبري هي تلك الكلمات التي تطهر النفس من براثن وآثار وآثام إبليس. إذن فعالم الخلق يدور مدار أسماء الجمال والجلال. زيارة عاشوراء لأنها حديث قدسي من عالم عند الله، فإذا أردنا أن نفهمها لابد أن ننظر إليها من خلال فقرات أساسية هي فقرات التولي والتبري. عندما ننظر إلى زيارة عاشوراء فنجد فيها جملة من الفقرات. عندنا مقدمة فيها السلام، بعد السلام فيها ذكر مصاب سيد الشهداء، بعد ذكر المصاب عندنا تبري وتولي ودعاء. تبري وتولي ودعاء، تبري وتولي ودعاء في سجود زيارة عاشوراء. إذن فتوجد عندنا في زيارة عاشوراء خمس فقرات. فقرة الأولى هي ماذا؟ السلام، ثم ذكر مصيبة الحسين، ثم فقرات التبري والتولي والدعاء. إذا نأخذ يعني مثلا كتب المفاتيح، فقرة السلام تبدأ من السلام عليك يا أبا عبد الله إلى أن عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هذه فقرة السلام. ثم يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية، يبدأ ذكر مصيبة الحسين إلى وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. هذه فقرة ماذا؟ ذكر مصاب الحسين سلام الله عليه. ثم نأتي إلى التبري والتولي والدعاء الأول. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم الجور عليكم، يبدأ التبري وينتهي التبري والتولي ينتهي ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك، لقد عظم مصابي بك. لننتقل إلى الدعاء الأول، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. تنتهي الفقرة هذه، ثم ننتقل إلى التبري والتولي مرة أخرى وبالبراءة ممن قتلك، لنصل إلى الدعاء الثاني. ينتهي يعني التبري والتولي الثاني في زيارة عاشوراء: إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. ينتهي التبري والتولي الثاني، لننتقل للدعاء. ما هو؟ فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصاب بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل.
صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. إذن هنا ينتهي الدعاء بعد فقرة التبري والتولي الثاني، ثم يبدأ التبري والتولي الثالث لينتهي بذلك السلام 100 مرة، ثم يأتي الدعاء الثالث الذي هو في خصوص يذكره الإنسان متى؟ عند السجدة. إذن عندنا سلام ومصيبة، تبري تولي دعاء، تبري تولي دعاء، تبري وتولي ودعاء. طيب السلام والمصيبة، الفقرة الأولى في التبري والتولي في أي شيء تختلف عن الفقرة الثانية في التبري والتولي؟ تختلف في طبيعة المخاطب في الدعاء، في ارتباط المؤمن بإمام زمانه. الفقرة الأولى ماذا يوجد فيها؟ في دعاء الفقرة الأولى بعد التبري والتولي ماذا موجود؟ فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب تاركة. هذا في دعاء الفقرة الأولى بعد التبري والتولي الأول. لكن في دعاء الفقرة الثانية من التبري والتولي الثاني ماذا نقرأ؟ أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري. في التبري الأول كان المخاطب، بين المخاطب والمخاطب توجد ماذا؟ مسافة، توجد فاصلة. المؤمن يتوسل بالحسين فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرم أن يرزقني طلب ثارك. يعني المؤمن يخاطب سيد الشهداء ويدعو أن يأخذ بثار الحسين، يعني بين المؤمن والحسين توجد مسافة. لكن بالفقرة الثانية ماذا؟ طلب ثاري، طلب ثاري. أستاذ لقيتها؟ أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري. الأول كان الثارك والثانية ماذا؟ يعني أصبح مصاب الحسين. في الفقرة الثانية هو مصاب القارئ لهذه الزيارة، يعني يوجد ترقي. في البداية إثنينية بين المؤمن والحسين، بين المؤمن وإمام زمانه. في المرحلة الثانية يوجد اتحاد. في المرحلة الثالثة ما هو موجود؟ لا يوجد ذكر لهذه الإثنينية. لماذا؟ لأنها مرحلة الفناء التام في الإمام صاحب العصر، مرحلة الفناء التام في الحسين الوجيه. يعني فقرات زيارة عاشوراء أول مرحلة فيها هي مرحلة القرب، ثم مرحلة الاتحاد، ثم الفناء في سجود الزيارة في اللحظة التي فنى فيها الحسين عشقا لله وحبا لله في لحظة شهادته في ظهر عاشوراء، هي اللحظة التي يفنى فيها المؤمن في إمام زمانه. طيب طبعا لكل مرحلة، لكل مرتبة، لكل فقرة من هذه الفقرات معانيها الخاصة، نحن فقط نمر عليها بشكل عام، ونسأل الله عز وجل أن نوفق لتفصيل ذلك في مجالس أخرى. طيب فقرات السلام ككل الزيارات تبدأ بالسلام. لماذا تبدأ بالسلام؟ لبيان مثلا زيارة عاشوراء بدأت بالسلام على محور وعلى أصل وعلى أساس وعلى روح كربلاء وعاشوراء الذي هو الإمام الحسين سلام الله عليه. وبدأت هذه الزيارة في نسبة الحسين إلى النبوة، السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، نسبته إلى النبوة، ثم نسبته إلى الولاية يا ابن أمير المؤمنين، ثم نسبته لمن خلق محمد وعلي لأجلها إلى فاطمة الزهراء، ثم نسبة الحسين يا ثار الله نسبته لله.
ترقي في السلام على الحسين في بيان نسبته في هذا العالم للنبوة للولاية للزهراء لله. وهذه طبعا تعطينا الأبعاد النورانية والوجودية التي تمثل عنوان الحسين سيد الشهداء أبا عبد الله سلام الله عليه. طبعا وهذا موقف مثلا في القرآن العظيم، في القرآن الكريم مثلا سورة الفاتحة قبل أن تشير إلى طريق العبادة، قبل أن تشير إلى الصراط المستقيم، ثبتت الاعتقاد بالله بما هو رب للعالمين، بما هو رحمن، بما هو رحيم، بما هو مالك ليوم الدين. طيب تلك المقدمات هي التي يصل الإنسان من خلالها إلى ذلك الدعاء وإلى سائر ما يطلب من المؤمن في سورة الفاتحة. كذلك في الزيارات يثبت المؤمن في قلبه مكانة الحسين في هذه النسب، النبوة، الولاية، فاطمة الزهراء، ولذات الله عز وجل، ليعرف بعد ما هو تكليفه تجاه الحسين بتلك النسب سلام الله عليه. طيب وهناك تفصيل بعد السلام يوجد عندنا ماذا ذكره؟ الفقرة الثانية بعد السلام ماذا فيها؟ ذكر مصافي سيد الشهداء. طبعا زيارة عاشوراء، وهذه يعني الكلمة التي نختم بها حتى لا نطيل، ونفسح المجاء للقلوب والأرواح حتى تعانق كربلاء الحسين سلام الله عليه. مصاب سيد الشهداء في زيارة عاشوراء: يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. طيب يعني بيان مصيبة الحسين بالنسبة للقارئ هذه الزيارة، بالنسبة لأهل الإسلام، بالنسبة للسماوات والأرض وأهل السماوات. طيب عمومية مصابي سيد الشهداء، لماذا تصل آثار هذا المصاب للسماوات ومن خلال السماوات يعني إلى عالم ما سوى الإنسان؟ ما هي الفائدة أو ما هي الحكمة؟ طبعا نحن نعلم أن كل شيء في هذا العالم هو وإن من شيء إلا ولكن لا تفقهون، بمعنى أن كل شيء في هذا العالم له مرتبة من الشعور، مرتبة من الإدراك، مرتبة من العلم، مرتبة من المعرفة، وتلك المرتبة هي التي ستؤهله يوم القيامة ليشهد على هذا الإنسان. كل شيء سيشهد على هذا الإنسان، هذه الطاولة، هذا السواد على عزاء سيد الشهداء. نسأل الله أن يشهد لنا بأن في هذه اللحظة أحيينا أمر الحسين، فكل شيء سيشهد يوم القيامة. الشهادة هي فرع عن العلم والمعرفة، وكل علم إلا ويرافقه شعور وإحساس. إذن فالعالم الذي نعيشه هو عالم يشعر ويعلم ويحس، ولا شك أن مصاب الحسين أثر في كل مراتب الوجود. ماذا أثر في كل مراتب الوجود؟ لأن الحسين سلام الله عليه هو إمام عالم التكوين، هو قلب عالم الخلقة، ولا شك أنه عندما يهتز هذا القلب، عندما يهتز مركز ثقل عالم الخلقة، فإن كل عالم الخلقة سيهتز تبعا لذلك. لذلك عظمت مصيبة الحسين في السماوات وفي الأرض. مصاب سيد الشهداء هو مصاب عام لمكانة الحسين سلام الله عليه، هو ثار الله، هو ثار الله، نسبته لله عز وجل، وبآلامه يتألم كل هذا العالم. وقلب العالم عندما يواجه ألما، يواجه مصيبة، فإن كل ذلك سيسري على كل مراتب الوجود. طيب وتتدرج هذه الزيارة إلى أن تصل إلى دعاء السجود، في ذلك الدعاء الذي يطلب فيه المؤمن: اللهم ارزقني شفاعة الحسين. ما معنى الشفاعة في زيارة الجامعة الكبيرة؟ ماذا نقرأ؟ نقرأ: شفعاء دار البقاء. ما معنى شفعاء دار البقاء؟ شفعاء دار البقاء يعني لها معنى أول أن الأئمة سلام الله عليهم يشفعون للناس في دار البقاء، يعني في عالم الآخرة.
والمعنى الثاني لشفعاء دار البقاء يعني شفعاء يوصلون المؤمن إلى دار البقاء، بمعنى بشفاعتهم يدخل المؤمن في عالم البقاء، بوجاهتهم يصبح المؤمن من وجه الله الذي لا يهلك في هذا العالم. إذن فغاية زيارة عاشوراء هي الوصول إلى ذلك الفناء الروحاني في إمام صاحب العصر في نور الحسين سلام الله عليه، ليبقى هذا المؤمن منورا بنور المعصوم إلى ذلك اليوم الذي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن زيارة عاشوراء توجد فيها كل هذه المعاني، توجد فيها كل هذه المراحل، وأصر عليها علماؤنا لا لشيء إلا لأن محتواها ومضمونها، إلا لأن روحها ونورانيتها تربط المؤمن وتنقله في أي زمان كان إلى يوم عاشوراء، تدخله في أي مكان وأي نقطة كان تدخله في عالم كربلاء. فإذا أردنا البقاء على ضيافة البلاء في عشرة محرم الحرام فطريقنا إلى ذلك هو الخروج من عالم الزمان والمكان الظاهري والدخول في كربلاء سيد الشهداء ببركتي وبحقيقتي وبنورانية زيارة عاشوراء. نسأل الله عز وجل أن نوفق لأداء حق زيارة الحسين كما ينبغي للحسين بين يدي الله، إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء، وعلى نية تعجيل فرج مولانا الحجة بن الحسن، نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل